الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع السنن نبتدئ بسنن ابن ماجه، وسامحوني أن نبتدئ به لأننا يعني تتم سعادتنا أيضا بأن كتاب اللباس اليوم ينتهي بفضل الله جل وعلا. كتاب اللباس اليوم ينتهي بفضل من ربنا ونعم. طيب، نبدأ بكتاب اللباس سنن ابن ماجه. ختام كتاب اللباس، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومن ثقات الأسبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا زيد بن حباب. زيد بن حباب وهو أيضا من الثقات، التميمي الخراساني، قال ابن معين ثقة، وقال ابن المديني ثقة، وأيضا قال الدرقني ثقة، وقال العجلي ثقة. قال: حدثني يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس الغافقي المصري، نعم. قال ابن معين صالح، وقال ثقة مرة، والبخاري قال ثقة، ونكتفي بهذا، يعني ما يكفينا هذا، الله المستعان. قال: حدثنا عياش بن عباس الحميري القتباني المصري، قال أبو حاتم الرازي صالح، قال نسائي ليس به بأس، واحد من قال ثقة، نعم. عن أبي حصين الهيثم الرعيني حجر المصري الحميري، مرصع بالمصريين، ذكر ابن حبان في الثقات حديثه يمر. قال: عن عامر الحجري أو أبو عامر الحجري الأزدي المعافري المصري، واسمه عبد الله بن جابر، من الثقات. وبعضهم قال فيه جهالة، حقا مقبول. قال: سمعت أبا ريحانة، أبو ريحانة شمعون زيد، أبو ريحان الأزدي، نعم، حليف الأنصار المقدسي القرشي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. طبعا المقصود بالنمور هو إيش؟ جلد النمور، السباع المعروفة، جلد النمور. وقال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث في باب كتاب اللباس، ولله الحمد منا، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال: حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرواسي التنين، قال: عن أبي المعتمر يزيد بن طهمان الرقاشي أبو المعتمر البصري الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي لا بأس به، نعم. أبو داود أيضا قال ثقة، وقال في الرواية لا بأس به. قال: عن ابن سيرين. ابن سيرين من أورع التابعين، وهو من أروع الناس عن أنس، محمد بن سيرين عن معاوية، ومعاوية هنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، خال المؤمنين، أمير المؤمنين. قال أبو معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور، كان ينهى عن ركوب النمور. طيب، هو هنا أيضا في آخر كتاب اللباس فيها أمور تربوية وأدبية، وفيها أيضا ما فيها من التعبد لا جرف. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور. ركوب النمور هو جلود النمور. جلود النمور لها ما لها من المفاخر، ولها ما فيها ولها ما لها من الخيلاء. وكان فعل ذلك أهل الروم ومن شايعهم، كانوا كذلك، وكانوا يلبسون جلود النمور ويركبون عليها، وهي كانت تفرش لهم أيضا. ففيهم الكبر والخيلاء والنظر للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد قال الله جل وعلا: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. فالحاصل بأن الإنسان يحاكي من يخالطه، وأيضا يتأثر بما يأكله، ويتأثر أيضا بما يركبه.
أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع؟ لما؟ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع؟ لأنها تؤثر في آكلها، فترى فيه التوحش في هذا الباب. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الخنزير، لأن الخنزير أصلا من أسوأ الحيوانات صفة، فيه الدياثة وفيه الكسل والخمور، وذلك فهو محرم، يضر بالبدن جدا، فالإنسان يتأثر بما يأكل، والإنسان أيضا يتأثر بما يركب. قالت راكي بشرية، وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر في الفدانين، أصحاب الخيل أصحاب الإبل لهم ما لهم من يعني عزة النفس والنظر لها. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحاكي المرء من يكون معه والصاحب ساحب، قال المرء عدين خليلي. وأيضا نهى عن مأكولات وعن مشروبات وعن مركوبات، لأن الإنسان يتأثر به، وبدأ الإنسان يتأثر به. فركوب النمور فيه ما فيه من الخيلاء، وفيه ما فيه من الفخر، وفيه ما فيه من الكبر. لذلك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الجلد النمور، يعني المقصود به هنا أن جلودها ملقاة على السرج والرحال، لما فيه من يعني النظر إلى النفس. وفيه أيضا تشبه بالأعاجب، كانوا يفعلون ذلك الفرس بالذات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا. فالبعض العلماء يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بخوف فهو منهم، قالوا هذه أقلها أن يكون قد أتى كبيرا، يعني ظاهره أنه كفر مثلما كفر. طبعا هذه مسألة مراتب عظيمة جدا متفاوتة، لكن الغرض المقصود أنه أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نحاكي أهل الكفر، وهذه من حال أهل الكفر لا سيما الفرس والروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية لو كان هناك من ينكح أمة ومنهم لا وجد في أمتي من ينكح أمة. وقد إذن هنا نرى بأن النبي نهى لمصلحة، وده الشرع ما جاء إلى مصلحة العباد، نهى عن جلود النمور أو النمار لما فيه من الخيلاء، لما فيه من الفخر، لما فيه من الكبر، لما فيه من الطغيان. وأيضا فيه تشبه بأهل الكفر، وفيه تشبه بأهل الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بغيرنا فليس منا، هذا لا نتشبه بهم كبيرا، هذا الواقع في الكبيرة وقع في المعصية. وقال من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وبهذا قد ختم الله لنا بفضل الله جل وعلا كتاب اللباس كلية ما أسعدنا في هذا. نرجو من سلفي أن يجمع الكتاب بأسره وأن يضع فيه. أنا أبشره بأمر. أول شيء أريد أن أشكره، هو أيضا كتاب أصول الفقه الورقات، أنجزه وجمعه وفرغه. هذا الحق، هذا مجهود ضاني، أنا ما أدري، التوفيق من الله جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم ذلك. ومع الأخ الذي يأخذ من قناتكم من القناة، يعني أنتم سمعتموها خلاص، هو ده في الميزان. الجميع من الإخوة يدخلون القناة لأنها مرتبة جدا، غير القناة الأصلية حتى، مرتبة جدا وفيها تفريغات كثيرة فيأخذون منها. فإذا الورقات أشكر لكم فضلكم، الورقات كامل ومفرغ أيضا، الإخوة تنتفع به بفضل الله جل وعلا. وأنا أبشر بأن الإخوة يأخذون كل كوامل الكتب وينزلونها في الأرشيف. نزلت التفسير واخده من قناتها صح؟ من قناة الأستاذ سلفي صحيح؟ أيوة. ما هو أنت تحسب هي لي أو أنا فعلت شيء؟ هو الذي فعله، هو الذي فعله، هو الذي يعمل. ها؟ أشكره. تعالى تشكره أنت، حقه أن تشكره، حق الأخ أصلا ينقل. شكرا كبيرا جدا لك، فنسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك. وأيضا هنا كتاب البس أيضا قد انتهى من كتاب ابن ماجه، فأرجو أن يجتمع كلية. وأنت الآن مطالب أو هيسر عليك جدا، كل كتاب بينتهي من السنن هو بيفعله. رأيت أنت ذلك؟ الرجل مبهور صراحة يكلمني وهو سعيد، أراه يدعو لك من قلبه، ذاك فضل الله يؤتيه ما شاء. شكر الله لك، جمعه، وإن في كل حسنة بإذن الله مضاعفة عند الله جل وعلا. وخير الناس الوسائط، خير الناس من جعله الله تعالى واسطة بين رب الناس وبين الناس. انتهى كتاب اللباس، وننتقل إلى سنة داود، فسنة الترمذي أسف، عشان يكون الترتيب على ما هو عليه. لو في أسئلة تفضل.